السيدة السادة الحضور، السيد الوزير كنشكرك على الحضور ديالك وانت بيناتنا اليوم. صراحة انت في وسط العائلة ديالك والكل كيعرف القيمة المضافة اللي أضفتها لهذا الإقليم والبصمة اللي تركتها في هذا الإقليم. هذا ماشي مجاملة، ولكن واخا تشوف الناس كينتقدوا ولا الاخوان عندهم شويه ديال الحراره يعني بعفويه كيدخلوا، ومع ذلك السيد الوزير خليتي واحد الصدى هنا في لادور جد جد طيب، وكل شيء كيقول فيك كلمه الخير. صراحه هذه شهاده لله. السيد الوزير، اليوم احنا الاخوان بعض الاخوان كيتكلموا على الجهه. اليوم الجهه كنعطيكم كما سبق لنا باش عقدنا عده لقاءات، جاء الوقت باش نعطيكم يعني التواريخ بالضبط ديال هاد الصفقات اللي الجهه التزمت بها تجاه اقليم الناظور. بالنسبه للطرقات اللي تقدر 75 مليون تاع الدرهم، اللي فتح الاضرفه غادي يكون يوم 30/5، يعني في هذا الشهر هذا، يعني على بعد 5 ايام. الكهرباء استفد اقليم الناظور ب 72 دوار ب 52 مليون تاع الدرهم. فتح الأضرفة غادي يكون يوم 5/7/2017. تأهيل الإقليم ديال الناظور في يعني لاميزانيفو والبنية التحتية وقطاع الرياضة تقريبا 80 مليون تاع الدرهم، اللي همت 10 ديال المراكز و35 ملعب ديال القرب ومركز سوسيو رياضي وجوج قاعات مغطاة، واحدة في بنينصار وواحدة في الناظور. هادو مشاريع اللي الآن خرجوا الصفقات ديالها، وكاين اللي بعض الاشغال بدات، يعني بعمليه بسيطه غادي نصيبوا تقريبا الجهاز تتمرت 200 مليون تاع الدرهم في هذه السنه. هذا بغض النظر على الامكانيات ديال الجهه اللي هي بسيطه، وكاين في المستقبل ان جوج تاع المراكز تاع التكوين، كاين مدرسه جامعاتيه، كاين عده مشاريع اللي في المستقبل اللي غادي نشوف سترى النور. حنا كنقول لكم هذه ارقام وهذه صفقات، واللي بغى المعلومات ديالها راه كيدخل للانترنت غادي يشوف هذه الارقام اللي كنعطيها لكم. ولكن سيد الوزير، كلنا امل في هذا المشروع الكبير، غرب ناظور غرب المتوسط، الميناء الكبير المتوسطي، كل الاقليم وكل جهه امل باش تشوف باش هذا المشروع ان شاء الله لما بدات الاشغال فيه ولما يرى النور ان شاء الله اكيد سيستقطب واحد الاستثمارات اللي ضخمه ضخمه جدا. ولكن سيد الوزير، هنا نقطة استفهام كبيرة. المشروع من 3 سنين ولا 4 غادي يكون كامل السيد الوزير؟ هنا اللي ديما كنركزوا على واحد النقطة، أين التزامات الحكومة؟ الحكومة السيد الوزير ما ملتزماش، نعاود نكررها مرة أخرى. فين هو الطريق السيار؟ واش تيكمل الميناء؟ ونجيبوا المستثمرين نجيبوا مع لابيست؟ اين السكك الحديديه اللي باش غادي تربط ما بين سلوان والناظور؟ اين الطريق التثنيه اللي غادي تربط ما بين سلوان وهذا المشروع هذا؟ اين المركز التكوين اللي نادينا به؟ حنا عندنا جوج مراكز تاع التكوين، بنينصار وسلوان، ولكن بغينا مركز تاع التكوين يكون بواحد الجوده عاليه وربما يكون تابع للجامعه لتكوين الاطر في هذا الميناء هذا. ما بغيناش غادي يبدا هذا الميناء ويجيو استثمارات يقولوا لنا ما عندكمش ناس مؤهلين. حنا كلنا امل باش يكون هذا الميناء وهذا الاقليم هو القاطره ديال الجهه. من حق السيد الوزير الساكنه تاع الناظور باش هما بغاو يشوفوا مدينه ديالهم جميله، بما انها غادي تكون هي البوابه ديال اوروبا، بما انها غادي يكون عندها واحد المشروع كبير، من حق هاد الساكنه باش تشوف واحد المدينه في مستوى عالي. اليوم الى استثنينا التهيئه ديال مارتشيكا، المدينه خصها خدمه وخدمه كثيره. السيد الوزير، انا ديما كيشكيو عليا الناس، جا الدور ديالي نشكي عليك السيد الوزير. حنا اليوم صبنا الوزاره تاع الداخليه الوحيده اللي كتساندنا. السيد الوزير كان طالب باش يكون اجتماع طارئ وفي واحد الوقيته اللي سريعه باش يجتمعوا جميع المسؤولين ديال الحكومة على هذا الميناء هذا باش يلتزموا ويعطيو تواريخ محددة، لأن كنبنيو ميناء وما كنبنيوش لي كونيكسيون ديالو، هذا غادي في الأخير غادي يكون عنده تبعات جد جد سلبية. شكرا سيد الوزير،
وباسم ساكنة ديال الجهة ديال الشرق، باسم المواطنين كاملين ديال الساكنة ديال الجهة، لأن ديما أنا كنسميهم حراس الحدود، لأن الجهة اللي الوحيدة اللي عندها 1000 كيلومتر نتاع الحدود ما بين البحرية والبرية. باش تبلغ بالاسم ديالنا كاملين الولاء ديالنا لصاحب الجلالة والتمسك ديالنا بالأهداف العرش العلوي المجيد وبالوحدة الترابية للمملكة والتمسك ديالنا بالمقدسات ديال الوطن، ونجدد الولاء ديالنا والإخلاص ديالنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا.